بس 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 اخت عليك يا فوزين، كسفتني. هو ده عماله تقول لي انا اللي هقدم الفقره، انا اللي هقدم الفقره، انت احرجتني قدام الناس. لو سمحت اسكت خالص بقى، اسكت خالص دلوقتي لو سمحت. مشاهدينا اهلا بيكم في فقره جديده من عيادتنا. للاسف اني صديقي فطين احرجني جدا، هو قال لي ان هو اللي هيقدم الفقره دي، ولكن هو عمال يعمل لنا احنا مش عارفين هو ماله. بس خلوني قبل ما ارجع له عشان نعرف ماله بعد طبعا ما احرجني قدام حضراتكم، ارحب بضيفي اللي منورنا النهارده دكتور محمد شبيب، استشاري الاطفال وحديثي الولاده. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك، ربنا يخليك. يرضيك يا دكتور اللي فطين عمله ده دلوقتي كده، يحرجني قدام الناس وانا امنت له ووثقت فيه وخليته هو اللي يقدم الفقره. فطين ما حدش اعتمد عليه في اي حاجه برضو. فين طلع ماله عماله؟ طب ويا انتكه فين؟ طب تقول لنا ماله الكابتن ده؟ يا انتكه يا فطين، هو انت تعبان يا فطين؟ عماله انت تعبان عندك ايه؟ طيب الف سلامه عليك. فين انتكه؟ طيب قول اتكلم. فين انتكه؟ خلاص ما تعيطش كده، فاضل عصر. انده لنا انده لنا. طب ممكن يا انتكه تيجي لو سمحتي عشان تقولي لنا استاذ فطين ماله؟ استفندي بس الاخراني ده. ايوه كده خلاص نرجها وتبقى جاهزه الحمد لله. ايوه طب ممكن يا فطين. السلام عليكم يا جماعه. ازيك يا انتكه؟ ازاي حضرتك يا عامله ايه؟ منوره العياده. ربنا يخليك، ده نور حضرتك ونور دكتور محمد. ازيك يا دكتور؟ اهلا اهلا اهلا. ازيك يا انتكه؟ اتمنى النهارده تكوني قبل ما تيجي يعني ما فاتتيش الافتاءات الطبيعيه بتاعتك، لان احنا شايفين طبعا فطين عماله واضح ان هو هيشتكي من حاجه دلوقتي. فطين يا عيني عليه. ماله؟ بس انا ما لمستوش، اسالوه اهو عندكم اهو. ايه يا فطين؟ لا ما هو مش حضرتك مش هتاخد منه غير كده بس، هو ده. طب قول انت. طيب ممكن يا فطين تحاول تتكلم وتقول لنا مالك عشان دكتور محمد يعرف يديك دواء مناسب ليك؟ حاضر احاول اتكلم. يلا قول. ان انا اللوز بتاعتي تعباني قوي. يا حرام انها لوز. والم شديد في الزور، واختي الطبيبه انت كطبت على زوري وقعدت تعمل لي وصفات سحريه زادت الالم. عايزه تتضرب كالعاده. لا 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 ده على خفيف على خفيف. طب قولي قولي عملت ايه وشخصتي ايه؟ يعني بص يا دكتور مبدئيا لو حضرتك بصيت كده على الجزء اليمين شمال شرق زوره ايوه هتلاقيه مكلبص شويه. مكلبص؟ هو ده تشخيص مكلبص؟ واضحه مكلبص دي معروفه. انا عارفه درستها في ثالثه طب لو رجعت. ايوه اول ناحيه على الشمال كده. ايوه في ظهر الكتاب هتلاقيها، في الحاجات اللي في ظهر الكتاب. كملي. بعدين بقى لو حطيت ايدي كده على زوره لقيتها مكلكعه ومقلوزه ومبقلظه. ده من جوه زوره؟ حطيتك جوه زوره ولا من بره؟ لا من بره انا بعرف. لا من جوه زوره دي يا دكتور كان زماننا بنعزي فطين دلوقتي. يعني من جوه زوره فعلا. من جوه زوره دي جايه لكم في الكلام لسه. جايه ده انت عملتيها يعني. بس مش بايدي. ما شلتلوش اللوز بالمره؟ لا ان شاء الله، ما انا بس بعد الحلقه عشان قلت بس لحسن ما يعرفش يتكلم. عشان هو بيتكلم دلوقتي. الحمد لله يا دكتور ان هم جولنا العياده النهارده قبل ما انت هتعمل كده بقى يعني. كمل. هو يا رينو الصراحه انا لما بصيت عليه كده ولقيته يا عيني خلاص باينه لوز واضحه. بصي طب لما انت شفتي بقى يا انتكه اللوز واضحه عند فطين عملتي له ايه بقى؟ أيوة. بصي بقى الا الفتي استغفر الله العظيم. انا عارفه طبعا، انا عارفه كويس بصراحه ما شفتيش خالص. صراحه عملتي ايه بقى بعيدا عن الفتي؟ بذمتك لو ابنك جاله اللوز اول حاجه هتعمليها ايه؟ انتي بيوتك. لا انا اول حاجه هعملها يا استاذه انتكه هوديه للدكتور. لا اول حاجه هعملها ادعي له مبدئيا. ادعي له. زي ما احنا هندعي لك دلوقتي كلنا يا انتكه. احنا هندعي لفطين ربنا ينقذه. هي انتكتني بالانتبيوتك. طيب اديت له جرعه 2500 عشان ننجز. طب وزنه كام؟ وزنه مش عارف 4 كيلو ده ولا قد ايه؟ 4 كيلو؟ تعالى قبح كده. تعالى قبح. دكتور حضرتك خدت بالك ان هي اديت له الانتيبيوتيك 2500؟ 12 ونص. طيب نقول كذا غلطه، اول غلطه مين اللي قال يا انتكه ان حضرتك ان الباشا عنده التهاب في اللوزتين؟ دي اول غلطه. لان وجع الحلق او الم الزور مش هو بالطبيعي انه لازم يكون لوزتين او التهاب في اللوزتين. اول حاجه. تاني حاجة مين اللي قال ان اللوز بتظهر من بره اصلا؟ اللوز لازم تتشاف من جوه الزور وفيها التهاب صديدي ولا لا؟ اللي من بره دي اسمها الغدد الليمفاوية اللي هي الحيل يعني عشان حضرتك بتحب الحاجات البلدي يعني. ده اللي من بره. اول تاني غلطة، تالت غلطة. طب مين اللي قال ان التهاب اللوزتين لازم ياخد انتيبيوتيك؟ ومين اللي قال انه التهاب اللوزتين ياخد 2500؟ ومين اللي قال ان التهاب اللوزتين ياخد فترة قد ايه؟
طب وقد ايه الجرعه؟ كل دي حضرتك معلوماتي مش موجوده عندك. فاحنا بنقول مفيش حاجه اسمها انتي بايوتيك من نفسك، ولا بابا هو جاي يجيب، ولا فاطين وانا جاي بدل ما اجيب له فاكهه البيت اجيب له انتي بايوتيك معايا، ده كلام مرفوض تمام. يا نهار ابيض. اه طبعا انت لسه اول معلومه تعرفيها صح؟ اه الصراحه. ممتاز. طب الحقني يا دكتور محمد انا كده بضيع. لا طيب ممكن يا فاطين تهدى خالص، ولو سمحتي بقى يا انتكه يعني عايزاكي كده تقعدي شويه على جنب عشان انت دايما موديانا في داهيه. انا عايزاك بقى يا دكتور تقول لنا اللوزتين عباره اصلا عن ايه؟ هي عباره عن غدد ليمفاويه بتدافع عن الجسم وخط المناعه الاول في الجسم، ووجودها مهم، واحنا ما بنلجاش ان احنا نشيل اللوزتين الا لما تكون عملت مضاعفات او بتتكرر اكتر من 6 مرات في السنه او حصل عليها خراج. طبعا حضرتك المعلومات دي مش موجوده عندك. تمام. كل دوت هو ده اللي بنقول احنا محتاجين نعمل لوز، وان اللوز مفيده لانها خط مناعه بتدافع عن الجسم. الكلام الجديد خالص بقى يا استاذه انتكه انه حتى التهاب اللوزتين الصديدي انا عشان ادي فيه انتي بايوتيك او ادي فيه مضاد حيوي لازم توفر 5 شروط، عارفاهم؟ لا. ايوه انا عارفه، انا الصراحه عارفه شرط واحد. اللي هو ايه بقى؟ انا فتحت بق فاطين كده، وريني بقى كده فاطين حبيبي. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله يا ابني، ربنا يفتح عليك. لقيت مغاره غامقه من جوه، رحت عامله ايه بقى؟ ما كدبتش خبر. ايوه جبت الشاش والبتادين ورحت رابطه لسانه. بس وقعدت اسلك. انا ما تكمليش خلاص، اسلك الصديق. مش ممكن كنت بس خلاص يا انتكه لو سمحتي، لحسن يكون قاعد دلوقتي طفل بيتفرج علينا ياخد منك معلومه غلط. انت بتعملي حاجات يعني كلها غلط. انا بنقل لهم خبرتي. احنا حسابنا بعد الحلقه. يا خوفي. احنا بنقول انه التهاب الصديد اللي في اللوزتين دوت لو في 5 شروط موجودين، منها السن، منها شده الحراره، منها في غدد ليمفاويه ولا لا، في صديد في اللوزتين ولا لا، معاه رشح ولا لا، حاجه اسمها سكور او مقياس. لو السكور بتاع الطفل دوت 5، ده مش بواسطه الاستاذه انتكه، ده بواسطه الطبيب اللي بيعالج الطفل. الخمس شروط لو موجودين هدي انتي بايوتيك طب او مضاد حيوي. طب لو 4 شروط او 3 شروط اقول له طب هناخد مضاد حيوي ده بعد يومين، مش دلوقتي، نفاصل يعني، ومش 2500 حضرتك. ماشي. ولو عندنا من الخمسه دولت حاجه او 2 بس نقول لا احنا نستنى يومين ممكن الجسم يقاوم وما نحتاجش ناخد مضاد حيوي. 5 شروط يا انتكه. سمعتي يا استاذه انتكه؟ طب الجرعه دي نسيبه تعبان كده يومين ثلاثه ياخد خفض حراره. قلبكوا جامد قوي يا دكاتره. لا احنا مش قلبنا جامد، احنا بنعمل الصح، احنا بنخلي الجيش بتاع الجسم يقاوم يتخانق مع الفيروس او الميكروب، فبالتالي المقاومه تبقى احسن، فبالتالي ارتداد اللوز او رجوعها تاني على الطفل اللي ما بنتعامل معاه بالشكل ده بيبقى قليل، بدل ما بتيجي اللوز كل 6 مرات في السنه تيجي مره مرتين، ودي عدوى طبيعيه وموجوده. لكن ان احنا نعمل كده لا، ده مرفوض بقى. انت مالكش دعوه يا فاطينه، بتكلم على انتكه. وانا يا دكتور يعني عندي اقتراح كده بعد الحلقه بتاعتنا، يعني بفكر اعمله في الحقيقه، بفكر اخد فاطين عندي في البيت عشان ارحمه شويه من انتكه يعني. طب انا من اللي هي بتعمله فيه ممكن نغتال انتكه او نشيل لها اللوز يعني. انا هشيل لها اللوز. احنا نسيبها برضه يا دكتور عشان هنحتاجها برضه في وقت معين يعني. ربنا يخليك يا طنط. ايه عارف ده لو طنط والله خديتك، ده انا بص ده انا هروح اطلع خير لله. يا لمفاوياتك يا فاطينه. الله. بس خلاص بقى خلونا نكمل كلامنا مع دكتور محمد. طيب فاحنا اللوز هي لو اتكررت اكتر من 6 مرات عملت خراج، بدات تعمل مضاعفات، نبدا نفكر ان احنا نشيل اللوز. ندي انتي بايوتيك بالجرعه حسب وزن الطفل. تمام. يعني وزنه كذا لجرعه كذا، واللوز العاديه غير اللوز المتكرره. وشده الاعراض بتختلف في طبيعه المضاد الحيوي وجرعته، وهمشي عليه فتره دي. يعني مثلا مضاد حيوي حضرتك كنت هتمشي عليه قد ايه يا استاذه انتكه؟ كنت هديه له 4 شهور كده. عشان طب وعشان بدون رجعه. الله يرحمك يا فاطين بقى، يعني الله يرحمك. كانت عايزه تزحلقهم لي في بطن كده. ولو ان الانتي بايوتيك غالي ما تجيبش على حضرتك، بس قلت ما استخسرش في اخويا. ما هو صحته اهم من الفلوس، بس احنا نمشي صح فعلا. لان احنا بنقول انه المضاد الحيوي في التهاب اللوزتين على الاقل 10 ايام مش 4 شهور طبعا. كويس. ولو هي متكرره يا استاذه ايرين التهاب اللوزتين دوت، يبقى بندي المضاد الحيوي لمده 15 يوم. تمام. حسب بقى يعني المضاد الحيوي ده فن. عشان الدكتور يكتب لازم بفحوصات طبعا. ولازم يقرر، لازم يشوف الحاله طبعا. انا حسيت وانا بكتبه ان انا طيب. فنانه. بما اني الاستاذ فاطين عنده النهارده اعراض اللوز، اكيد يا دكتور يعني في اسباب خليته يوصل للمرحله دي. ممكن تقول لنا يا فاطين يعني لو في حاجه انت ممكن تكون عملتها تعترف يعني بوجه بمعنى تاني يعني علشان كده تحس ان انت زورك وجعك النهارده، ولا انت ما عملتش اي حاجه يا حرام وبريء كده زي انتكه؟ وسط
بصراحة أنا مش بكذب وأقول حقيقة. كل يوم باخد المصروف بتاعي بنزل على عم حسين وأقول له إديني 3 4 5 10 علب آيس كريم. وبدخل في أوضتي بقى بطعم الفراولة ما أقولكيش وبطعم الشوكولاتة يا سلام. وما بتدينيش يا أستاذ. خلاص بقى أنتك ده ليه حساب تاني. أنت مش هتروح يا فطين النهاردة. أنتك عرفت السر بتاعك يعني. هبقى أديلك. اتقفشتي حلو. حسيت بقى وقتها. يلا وربنا جزاك وجاب لك الليول. يا بنت انت شمتانه فيا. مش ما بتدينيش. هديك حاضر. يلا وقتها بقى يا دكتور حسيت ان الحته دي كده فيها الم شويه. بعد كده ابتدى الالم يزيد. حسيت ان انا مش قادر اتكلم ولا اعمل اي حاجه. طب ده جزاك اللي انت عملته. استنى شويه يا فاطين. دكتور هل اللي فاطين عمله ده ان هو بياكل الايس كريم كتير وبيقول طبعا بيجيب يعني 10 مثلا وياكلهم، هل ده ممكن يكون سبب فعلا ان هو يجي له اللوز؟ لا، التهاب اللوزتين البكتيري بيبقى عدوى زي البرد بالظبط. حد عنده وجاله. قصه طبعا احنا بنقول كذا غلطه في اللي بيقولوا بيعملوا الاستاذ فاطين. فكره ان اكل ايس كريم كتير ده اصلا حاجه مش صحيه. أوكي. غير المواد الحافظه اللي فيها، غير ان احنا دايما اكلنا زي ما قلنا يا فاطين قبل كده فاكر قلنا انه دايما اكلنا فيه نوعين، اكل فيه سعرات حراريه كتير قوي وفايدته الغذائيه قليله، دي منها السكريات والدهون والنشويات. أيوة. وفي اكل احسن منه اللي هو بيبقى فيه سعرات حراريه قليله ما خلناش نتخن ووزننا يزيد كده يا استاذ فاطين. أيوة. وفايده غذائيه كتيره زي الخضار والبروتين والفاكهه. فحضرتك طبعا ادي اول غلطه. الحاجه الساعه الكتير مش مستحبه لما بتقلل مناعه الجهاز التنفسي. بناكلها بس مش بالشكل دوت ومش كل يوم. صح. يعني لكن هي في الاساس واي وجع في الزور مش زي ما قلنا مش لازم يكون التهاب. يعني احتقان البرد بيعمل وجع في الزور، الرشح بيعمل الم في الحلق، الترجيع بيعمل الم في الحلق. مش كل الم في الحلق يبقى احنا بنتكلم في التهاب في اللوزتين. تمام. دي نقطه مهمه برضو عشان ايه فكره انه اي وجع يبقى التهاب يبقى انا اخد مضاد حيوي. برضو احنا رجعنا لنفس القصه. المضاد الحيوي. طيب دكتور يعني احنا للاسف فقرتنا خلصت النهارده مع ضيوفنا الجمال فطين وانتكا، ولكن انا عايزه انتكا قبل ما نختم علشان اصحابنا الحلوين اللي بيشوفونا النهارده الصغيرين وكمان مامهاتهم الحلوه، عايزه انتكا تعترف بغلطها اللي هي عملته قبل ما تيجي للدكتور النهارده عندنا في العياده علشان ما حدش مننا ابدا يعمل اللي الاستاذه انتكا عملته. اعترفي بقى بغلطك كده لو سمحتي. وانا يعني كنت الصراحه كنت هحاول اصلح الغلط فعلا. انا اتعلمت من حضرتك ومن الدكتور ان انا ما اديش ابدا انتبيوتك من دماغي لانه ممكن يكون مضر او اصلا مش في ميعاده وممكن ياذي اكتر ما يفيد. وتعلمت كمان ان انا اصلا ما اشخصش المرض كده من نفسي، لازم ارجع للدكتور. انا اسفه يا صحاب. انا اسفه يا فاطين يا حبيبي. بعدين يا فاطين. طب انت مسامحها يا فاطين؟ خلاص اختي بقى هعمل ايه؟ صحيح انتوا اخوات. كنت بره بجهز خلطه عشان ارشها على الاستوديو كله عشان ما يتعديش من الناس. لا احنا مش عايزين خلطه. انت كده خلاص احنا نقفل الحلقه النهارده بس كده، والا انا هقوم اجري دلوقتي واسيب الاستوديو كله لانتكا. يعني هرشك. استني هرشك الاول. لا 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 انا مرشوشه. انا مرشوشه وجاهزه. بلاش الخلطات اللي بتجيبيها من على النت يا انتكا. خلطات كلور على كحول وندي ونعمل غاز سامي في البيت. بلاش الله يخليك. انا استاذه ارينا رايي نقفل الحلقه بس كده. خلاص كفايه بس كده. خلاص عشان ايه انتكا قبل ما تدينا اي ارشادات تاني. احنا النهارده خلصت فقرتنا مع دكتور محمد شبيب استشاري الاطفال وحديثي الولاده. يا رب نكون النهارده اتعلمنا من اخطاء الاستاذه انتكا، ويا ريت ما نعملش نفس الأخطاء دي مع ولادنا أو مع إخواتنا في البيت، علشان لما نحس إن في حد فينا عنده عرض معين ما ينفعش أبدا إن إحنا نشخص من نفسنا، لازم نروح للدكتور المناسب علشان الدكتور هو اللي يحدد الحالة، خاصة لو الحالة دي هتحتاج أنتيبيوتيك، لأن إحنا ده عمرنا ما ينفع أبدا إن إحنا نوصفه من دماغنا، لازم الدكتور يكون مشخص الحالة كويس جدا. خلصت فقرتنا، استنونا فقرات تاني مختلفة.